أما أنا فضلت كوني نلتزم معناتها أمور كروية وانجاجمو مع المستير وقتها قعدت ودونك قلت خلنا أجلها الموعد لاحق. هذه بالنسبة للديبلوم اليوم تخمم فيها ولا أكيد علاش ليه تو أنا معناتها عندي 8-9 شهور من اللي معناتها ما أعلنتش الاعتزال لكن أنا بيني وبين روحي قررت واضح باش نعمل ترتيحة ومشيت هكاكا يعني معناها في مخي قلت يزي فيه البركة أما زلت ما أعلنتش الاعتزال رسميا معناها كان فما عرض آخر ولا فريق ينجم تنجم ترجع رسميا ما أعلنتش رسميا ما لكن قلت اللي أنا معناتها ميسيل ساني مرتاح بطلت ما تحبش تعرف أنا حياتي كاملة كيكرة واضح نجم نعمل أي حكاية اللي ما تخطر تلقى على حاجة أخرى بعد به بالنسبة للتدريب علاش لا أنا حياتي كاملة جوار وما نجمش نخرج كومبليتمون من الدومين أنا حل بيبان على كل شيء نجم نراني كما نجم من رانيش هذه مسألة يعني تخصني أنا وقت اللي نلقى روحي مرتاح باش نخوض تجربة متاع التدريب تخص جمهورك زاد حتى جمهورك يسأل عليك بيان سور راني جاوبتهم أنا بالنسبة للتدريب راني أنا معناتها مستعد باش نراني لكن هذه أمور قناعات بالنسبة لي وقت اللي نلقى روحي أنا مرتاح ونتحط في معناتها في كونتكست وفي في تشالنج به علاش لا واضح سينو بالنسبة لحكاية الألبوم والله شوف الغناء انا معناتها ملي صغير مغروم بالغناء مغروم اي تو ممكن خذيت شويه بوليميك على خاطر خرجت شويه وليت هكا ميدياتيزي الحكايه والفنان احمد المجري قال استنى وليد الهيشري اي بو حميد اي صحيبي بو حميد ونوجه له تحيه معناتها قعدنا مع بعضنا وانا واحمد نعرفوا بعضنا من 2008 معناتها تقابلنا بالصدفه في روسيا وقعدنا معناتها من وقتها اصحاب تحفظ له غناية من اغانيه الحقيقة عنده الدغبيجي وعنده الغنية اللي لحنها الصابر وغنية حلوين لكن الحقيقة مش برشا برشا معناتها جو ميتريز با بارفيتمون لي شونسون تري بيان فما فكرة انك باش تولي تغني رسميا معناها نجم نشوفوك دوبل كارير مثلا بعد ما تكمل كرة تولي فنان كيما التدريب بالضبط كيما نجم يعني نغني مثلا كيما نجم معناتها ما نغنيش انا قاعد نعمل في فازة معناها افيك بوكو دامور افيك بوكو دينيرجي وميش جديده راهي محمد انا نغني معناتها حياتي كامله نغني معناها ملي ليه لكن كي باش تولي ميدياتيزي باش تولي مسيره اخرى تنجم تعملها راه فما برشا ناس هاني قلت لك انا فما جواريت مثلا كان تشوف الفيس وكل يعملوا في الغناء اون باراليل فما صحيح اي بوركو با انا ما عمري ما معناتها ما قلت لا مع سينو هاني قلت لك بالنسبه للحكايه نتاع الغناء كيف كيف وقتي حاجه بقناعه نعملها معناها افيك بوكو دو دينيرجي وبرشا موتيفاسيون وبرشا تربيه خرق العاده شكرا لك هذوما اسئله الشارع التونسي باش ندخلوا توت سويت في اسئله الفريق زون فيرت اول سؤال في الفقره هذه وليد الهيشري اللاعب الناجح او اللاعب الدولي الناجح اللاعب الناجح او الدولي الناجح معناتها اللاعب الناجح في الفرق والا مع المنتخب مع المنتخب بالنسبه يعني الفرق فما فرق لعبت فيها وعطيت فيها كل ما عندي والنجاحات ما كانتش كبيره فما فرق عملت فيها برشا مجهود وكانت النجاحات كبيره فما فرق معناتها ما نجحتش فيهم وكما اي لاعب يعني تقييمك لروحك لاعب ناجح مسيره ناجحه كانت الحمد لله معناتها جلوبال ما نعتبر نفسي عملت مسيرة يعني محترمة عندي ديروغري بيان سور كيما أي جوار معناتها في حاجات معينة لكن جلوبال ما مسيرة ناجحة في الفرق أكثر من المنتخب خاطر في المنتخب كنت نجم نعمل مخير على غالب واحد مش هحكيو معاهم بعد المنتخب ملف كامل عنده المنتخب معليش وليد الهيشري الاسم اللي دار أكثر من فريق وجمهور يحبك وكنت تعمل في روند ما يشكوش فيه زوز لكن في المنتخب كانت محدودة التجربة خليني نقول به شنو المرحلة اللي كانت تتنحى من مسيرتك تيح على المعدل مش ما نقولش تيح بنسبة كبيرة مرحلة الترجي الرياضي التونسي أنت أكيد مرحلة الترجي الرياضي التونسي الأهم في مسيرة وليد الهيشري بطبيعة الحال الأهم مسيرة الترجي الرياضي التونسي معناتها احنا حكينا على النجاحات يعني في الترجي اكثر فريق نجحت فيه من حيث العمر متاعي وقتها كان معناتها 24 سنة
خرجت من نادي الرياضي البنزرتي اللي التجربة زادة كانت ناجحة برشا. عملت موسم مع نادي البنزرتي مع سي بي، صحيح مع سي بي اللي بالمناسبة نوجه لهم تحية يعني جماهير نادي البنزرتي. التحقت من بعد للترجي الرياضي و2010 2013 كانت فما نقلة نوعية في المسيرة متاعي، خذيت ديمونسيون أخرى معناتها مع الفريق وإلا مع الإكيب ناسيونال. تمت دعوتي للمنتخب، حصلت على يعني البيك هذيك متاعي، هذيك البيك متاعي في مسيرتي في الترجي، في الترجي الرياضي. به برشا ناس يستغربوا فيك، يقولوا وليد الهيشري مثلا من اللاعبين اللي الجمهور يعتقد بنسبة كبيرة انه ابن النادي الافريقي، هب النادي الافريقي الى ان يدخل الحديقة ب، من ثم نوليو نحسوا الانتماء الكل للترجي الرياضي. ما عندي حتى عمري ما انكرت لي انا ابن النادي الافريقي، لكن فما حاجة اللي لازم العبيد تعرفها وانت ذكرتها قبيلة، انا على باز ابن المستقبل الرياضي بالمرسى. داكوردو يعني مش الفريق الكبير اونتر جيوميلي باش نقارنوه بالترجي، لكن مدرسه كبيره المرسى، لكن المرسى فريقي الاول وفريق الوالد متاعي اللي لعب فيه 15 سنه يعني سينيور وكان كابيتان ديكيب. هذا دو ان دو دو، لعبت في النجم الرياضي الساحلي 3 سنوات من 98 ل 2001 في اصناف الشبان يعني مدارس واداني. من بعد جيت لتونس، يعني وذي قصة طويلة شوية يعني كنت مربوط بالعائلة، الوالد كان يشتغل ماك تعرف احنا تنقلت العائلة معهم بالضبط. روحنا لتونس، كنت قدام يعني خيارين الترجي وإلا النادي الافريقي. الحقيقة دقيت الباب على الترجي الرياضي التونسي، هذا يعني بكل صراحة وقتها صارت ظروف وماك تعرف الريفاليتي ما بين الترجي والنجم وذي الناس تعرفها سورتو القدم. قبل كانت معناتها كاسحة شوية، يقول لك احنا لا ناخذوا منهم لا نعطيهم، صايب من نجم يمشي للترجي والعكس دونك بالعكس. ترفضت يعني في البارك بي. هذا في عمر قديش وليد؟ في عمر 15 سنة. 15 كدي سنة جيت كديل للإسبيرانس وما تقبلتش به. بعد روحت للدار، قعدت في الدار ومشكورين يعني فما مسؤولين في النادي الافريقي سمعوا بالحكاية وجاءوا للدار تحدثوا معايا ومع الوالد، قالوا لي مرحبا بيك. قلت لهم بارك الله فيكم وكنت مستعد يعني مشيت للنادي الافريقي، وإلى يومنا هذا يعني فضل النادي الافريقي كبير عليا وتقعد جمعية اللي ورتني للرأي العام ومزايها سابقة. يعني عندك الجرأة تقول شنو الجمعية اللي حبها وليد الهيشري؟ اقسم بالله العلي العظيم معناتها ما فماش ما اعز من ربي، فهمتني؟ باش نحكي حاجه اللي معناتها نجم العبيد تصدق نجم ملكة معناتها مشكلتهم. انا بالنسبه لي انا اخلطت لتاب في حياتي. قبل كنت نحب نحكي لكم انا صغير ايه؟ مستقبل مرسى عمري 9 سنين و10 سنين و11 سنه واضح. فريق ترافيه والدك وترافيه لعبت فيه صغير وكنت نمشي للفيراج ومحرز العسكري وكذا ويعرفوه جمهور الاطوال وكنت نغني وكذا ما زلت صغير به قايد على الصغر. بعد في نادي الفريقي سن المراهقه وبديت اللي نكمل حليت عينيك في الفريق، حليت عيني في الفريقي دوكو تغرمت من النادي الفريقي معناتها كانت اول جمعيه حبيتها هي النادي الفريقي في حياتي يعني اول جمعيه حب رسمي واعي، حب رسمي وواعي النادي الفريقي والحب الاخير شكرا. ولعبت والله العظيم تو قلت لك ليتاب اللي ما عادش حتى فريق ما عادش عندي بريفيرونس، وليت نوتر نشجع الترجي نشجع الفريقي كي تلعب. بالنسبه لي انا وليت بلوز او موان نتوجه اكثر للعب نتوجه اكثر بون عندي حاجات بيرسونيل الحقيقه صاروا لي اللي خلوني انا نتبدل معناها في طبيعتي طبعا. اما سينوم الاول كنت نحب الكلوب وذي حاجه اكيدة وما نجمش ننكرها، والترجي الرياضي كيف كي دخلت فيها يعني شوف جماهير الترجي والعبيد اللي في الترجي تخليك معناتها بصيف عليك معناتها تولي تميل للفريق هذاك وتولي معناتها تلبس الوانه وتلبس الوانه يعني وما فما حتى نقعدوا في الترجي نقعدوا في الترجي وليد. اليوم برشا ناس يعتبروا اللي قانون لاعبي شمال افريقيا في مصلحه الترجي بالاساس، انت تقول مش نعطيك خيارات صحيح في مصلحه الترجي خاطر عنده فلوس ولا قانون للناس الكل وذراعك يا عليف؟ هو الحقيقه شوف هو القانون راه تعمل تو تاع اللاعبين هذيا تاع شمال افريقيا وكذا، لكن فما ناس عندها الامكانيات وناس سبحان الله ما عندهاش. اليوم الترجي عندها الامكانيات باش تنتدب لاعبين من الجزائر ومن ليبيا ومش لاعبين مش اي لاعبين يعني لاعبين عندهم يمكن موش تري او نيفو وموش به ان بون نيفو اللي قابلين عندهم مارج دو بروغريسيون به. نحكي لك بالمقارنه انا مع البليلي ومع بونجاح مع كل الناس اللي معناتها خلت بصمه في الكره التونسيه معناتها ملاعبيه باهين عندهم خصال كرويه محترمه جدا واضح.
سينو تقول لي انت قانون بون، فما ناس نجم تشري، فما فرق في تونس عندهم الامكانيات باش يشريو، فما شكون يقول لك انا نعول على بناء النادي، فما شكون يقول لك لا انا نحب نشري، كل واحد عنده استراتيجيه معينه. باه استراتيجيه هذه اليوم في الترجي الرياضي تضر البيبينير، تضر مدرسه التكوين، شبان الترجي؟ والله شوف تضر ما تضرش، اليوم الترجي معناتها محطوط في وضعيه اللي مطالب بالنتيجه. علاش؟ على خاطر الترجي تحصل على دو تشامبيونز ليغ في ظرف وجيز، والعباد قاعده تستنى في الثالثه، يقول لك كيفاش باش تعمل، شنو الكومبورتمون تاع ليكيب انديفيديوالي كوليكتيف، شنو الكومبورتمون تاع ستاف تكنيك نتاع المسؤولين، الجمهور يستنى، العباد تستنى، شنو باش تعمل الكاف، شنو كذا. دونك امام حتميه وكونها الترجي تمشي توصل، ما نقولوش تهز التيتر، اما لا موندر دي شوز لازمها تعمل بوديوم، تعمل اون فينال باش اوموا. وهذا راهو شوف حسب رايي انا راهو معناتها جمعيه تعمل لك دو تشامبيونز ليغ، اي مهما كان الجمعيه واسمها وكبرها، حتى ليشيلو معناتها انترناسيونال برا لي جروند زيكيب، فما تجيهم كل ديك بالضبط يتيحوا شويه من بعد، صحيت يخلطوا للسومي ومن بعد تبدا الكورب تهبط. دونك نراها حاجه عاديه. بالنسبه للبيبينير الترجي الرياضي اكيد، وكونه معناتها طلع ملاعبيه صغار ومازال عندهم ملاعبيه صغار، لكن هو راه الاولويه وكونه اليوم معناتها يعمل على ناس كونفيرمي وناس عندها اكسبيريونس اكثر من الشبان. واضح ناس عندها اكسبيريونس اكثر من الشبان. الحاجه هذه هل تنجم تتقال على المدرب وين شعباني؟ نعم ام لا، عنده اكسبيريونس ولا تعويل على مدرب شاب؟ الاجابه بعد الفاصل، خليكم معنا راجعين. مرحبا بكم من جديد الناس كل اللي قاعدين تسمعوا فينا، رجعنا لكم كاملين حوارنا مع ضيفنا المحلل واللاعب الدولي السابق واللاعب اللي مازال ما اعلنش اعتزاله رسميا، سيد وليد الهيشري. امكانيه يرجع وينجم يفاجئنا في الايام القادمه، ما نستناه في الوجهه. به سي وليد، نحكيوا على معين الشعباني اليوم قريب يكون واحد من احسن المدربين في تاريخ الترجي الرياضي، من الاسماء اللي كانت مرشحه لجائزه احسن مدرب في افريقيا. تقييمك لتجربة معين بصفة عامة وللدربي بصفة خاصة، لقطة مع وسام يحيى، شنو تعتبر غلطة كبيرة ولا زلة وتتعدى؟ ديما نحكي على رأي شخصي يعني. أنا ما شوف سمعت برشا آراء وبرشا ناس تكلمت وحدثت. أول حاجة معين معناها سيانيكس كويكيبي نعتبره يعني، ما لعبتش معاه لكن لعبت ضده وخالطته، معناتها سيانا ميا موا في الكرة كما أي لاعب. معين بدا يريني ديجا كي كمل الكرة في حمام لمف، والتبطيل راهو ماك تعرف اي ملاعب كي يبطل كرة كي يتعدى فك البتيل باساج فيديو مش فاهم روحه. لخيان في حمام لمف يعني عطاو ثقة في معين كأجوان، بشوية بشوية خذا الفريق وعمل معاه نتائج. هذا توا يعني ما عنديش ياسر 5 سنين تالي. دونك قعد في حمام لمف، عمل قلنا ريزولتا، من بعد جاء للترجي الرياضي التونسي، هو ابن الترجي الرياضي التونسي. الترجي الرياضي التونسي يعني بالنسبه للمعين كيما نحكيه اليوم على مثلا ما نعرفش انا طارق ذياب والا نبيل معلول والا معناتها ابن النادي كيما فوزي في الافريقي، كيما زبير بيا في النجم، فهمت؟ كيما وليد وين، كيما وليد وين، انا خويا مخضرم برجولي هاني فسرت لك قبيل. اي حبيت نعرف كيما وليد وين، ما نجمش نتسمى على فريق واحد معناتها الحقيقه. قلت لك قبيله وضحت لك كون النادي الافريقي الحب، فهمت؟ خذيت كيما نقولوا في مسيرتي الاولى ما بين لي جون والسينيور، هو اكثر فريق يعني لعبت فيه وعشت فيه يعني اللحظات الاولى نتاع تحب نادي وكذا، ومن بعد كي خرجت معناها فما ظروف حكمت فيا اللي وليت نوتر الحقيقه يعني، فهمت؟ سينو نرجعوا توا المعين. معين يقعد ديما ان اونترينور جون ولا الى الى في سي بروف. بالنسبه لي انا اليوم مدرب معناتها يحقق لقبين قارين في ظرف 6 شهور، هذيا وحدها برك كي تحطها قدامك هو كاونترينور نقولك يجي اليوم يقول انا اش عملت في كاريري، انا هزيت دو تشامبيونز ليغ في 6 شهور، مانيش راني معناتها قاعد نرمي له في الورود لا طبعا، معناتها هذيا معناتها ستاتستيك نحكيو، ارقام تحكي عليه، ارقام هز بطوله خرجوا له لاعبين يعني دو جرو كاليبر، معناها نحكيو على فرانكوم، نحكيو على بلايلي، نحكيو على دنيير مول البدري صحيت البدري، قاعد يلقى في المعوضين وهو معناتها لي انتيليجون الحقيقه، قاعد لقى اون بون فورمول في الفريق وقاعد يجتهد، قاعد يخطئ وقاعد يعمل في حاجات كما اي مدرب. هذا فماش بصفه عامه. به اللقطه مع وسام يحيى، اللقطه نتاع مع وسام يحيى به معين من اللي جوار اللي دمهم سخون، ما
يعني معناتها انفعالي قد ما هو كالم قد ما هو مش راهو معناتها انفعالي باش يعمل مشاكل ولا ضرب ولا عرك. لا يحب جمعيته يحب الترجي ويحب اللقطه. سي وليد اللقطه باش نفهمها لك انا معناتها نراها من الاول كيفاش بدات ما هو معناتها احتجاج على ضربه جزاء على الجوج وكذا مشى وستاف تكنيك الاسبيرونس. بون الحقيقه ما كارهمش مشاو الغاديك خاطر مش الرول نتاع الستاف تكنيك باش يمشي يحكي مع الجوج. معناتها فما كابيتان وزاد وسام يحيى مش زاد من دوره باش يدافع على الجوج. الجوج يدافع عليه الحكم والجوج الاخر والكاتريام اربيتر وفما الامنيين وفما السيكوريتي. يعني لهنا بالتونسيون دخلوا في مناوشه. وسام معناتها حب يدز معين ومجدي بيديه ومن بعد معين رجع له. يعني من بعد شوف الحكايه هذيه ينجموا ريت هما الناس تو قاعده تحكي عليهم هما بينات بعضهم ينجموا يتقابلوا ويتسامحوا وما صارش غلطه كبيره ولا غلطه وتتعد. والله ساريف محمد غلطه وتتعد ساريف لان الحقيقه معناتها هكا نراه. واضح نحترم رايك سبورتيفمون بارلون نحكي لك راه طبعا طبعا انديبوندامون من النوايا ومن الرشنيه ومن سبورتيفمون راهو تصير وصارت لبرا وفي في نيفو عالي وديما باش تصير. واضح معين بعد الحلقه باش يسمعك وانت صديقه ولاعب محور دفاع وتعرف باش ياخذوا رايك اداره الترجي باش يلتجؤوا لك في حاجه باش يقولوا لك حاجتنا فقط بثلاثه لاعبين في محور الدفاع لازمك تختار باش تعطينا نصيحه بين خليل شمام بدران اليعقوبي والذوادي. هذم اربعه لازم تستغنى على واحد باش يقعدوا كان ثلاثه شمام بدران اليعقوبي والذوادي. اي شو والله العلاقه هذه نتاع معناتها اختيار المدافعين في الموضوع معين في موضوع اداره الترجي ما فهمتش باش ياخذوا رايك ياخذوا رايك على هذا الاساس. لاعب دولي محلل تقرا في الليكتور تاع اللعب عندك الكفاءات الكافيه. النجم صحيح عندي الكفاءات باش نقيم اي مدافع. النجم نعطي معناتها لافي نتاعي معناها كل ملاعب ناخذه قدامي نقول لك شنو لي كاليتي لي ديفو مورفولوجيكمون تكنيكمون كذلك. لكن انا باش ناخذ القرار باش نقول لهم تستغناو معناتها مش من مشمولات يعني. حبوا على نصيحه من عندك وقت اللي انا باش نراني تو نستغنى انا على اللاعب اللي نحب عليه. اما انا ما نجمش اليوم نبدل لك سؤالي لو كنت مدرب الترجي ومطالب تستغنى على واحد من الاربع مدافعين هذا شكون؟ تو كي نولي مدرب الترجي ان شاء الله وهما مش باش يقعدوا معناتها اللي باش يجيو من بعدهم تو نستغنى على اللي نحب عليه. بين شمام بدران اليعقوبي والذوادي شكون اول واحد ترتحوا؟ انا قلتها قبل بالنسبه لي نرى البير بدران وخليل. تخلي بدران لولا. بدران وخليل هذوما زوز ويعقوبي وشمس معناتها واحد فيهم يقعد. لا معناتها هما من بعد يلعبوا من بعد ما تحبش تعطيني الاجابه. واضح باهي. اخر سؤال في الفقره هذيا كان بحذايا يضيفوني السيد محمد برخيس ولد بلها الله يرحمه وكي حكينا شويه قال وليد الهيشري فكرني بلها الله يرحمه في اللعب في المورفولوجي في كل شيء. نعرفش كان سمعت الكلام هذا ولا والله سمعت. والحقيقه قبل في 2010 2011 توا الحقيقه ما نكذبش عليك ما سمعتش. نترحموا على بلها معناتها ملاعب كبير وعطى برشا للترجي كيف وكيف لسعد الورتاني ديجا معناتها مده فما عندهاش برشا صحيح معناتها ترحمنا عليهم وكل شيء. نشبهوا لبعضنا صحيح معناها في التاي في اللونجاجمون في اللعبك الرجولي بالقليب في الجوتات هكا نقربوا لبعضنا شويه معناها ونحب نسلم عليه عم محمد برشا. واضح تحيه ليه سيد محمد برخيسه. من اللحظه الانسانيه هذه باش نتعديو توت سويت للفقره الشخصيه في الحوار. أول سؤال في الفقرة هذه وليد الهيشري أول مرة سمعت فيها كلمة نحبك؟ طبعا نبدأ سؤالي على أنك سمعتها. أول مرة سمعت فيها كلمة نحبك؟ سمعتها قبل بوم في الليسي سمعتها في بوم عملتش فاكولتي أنا سمعتها في الليسي سمعتها في الحومة سمعتها في هكا في كلكو رولاسيون صغار. ما شاء الله سمعتها بيانسير مع مرتي أم صغاري اللي نحبها برشا وهذيك أكثر واحدة حبيتها وباش نقعد نحبها إن شاء الله. تتفكر كيفاش تعرفتوا على بعضكم؟ ربي يفضلها لك الساعة. عايش خويا بارك الله. تتفكر كيفاش عرفتوا بعضكم؟ بيانسير ما باش ننسى. كيفاش ترى؟ ماهيش حكاية يعني كيما الأفلام كيما نوت بوك وكلفازات رومانسك بارك الله تعرف الأفلام.
عرفتها بون في ظروف عاديه عاديه. انت بادرت ولا هي بادر؟ اقارب معناها عندنا قريب اون كوما معناها تعرفنا على بعضنا وبشويه بشويه كي خرجنا مع بعضنا كي حسينا رواحنا اللي بشويه بشويه بدات الامور تمشي وتقرب تمشي وتقرب للي خلطنا اللي احنا فيه اليوم. شكون بادر بالخطوه الاولى انت ولا هي وليد؟ انا. هي ما كانتش تعرف الكوره جمله. اه ما كانتش تعرف الكوارجي؟ الاسم بون ممكن اما بالنسبه لي كوره ما تعرفش. وبربي عندك الدخله هذيك من الاول كلي ما تعرفنيش وما عرفتنيش. لا ولا لا ولا لا بالعكس من الاول هي على روحها وانا على روحي معناها حتى كي تخطبنا. اي كي قدمت روحك ايش قلت؟ وقت انت في الترجي تلعب وليد؟ اي في الترجي ايه؟ وقتها معناها وقتها ستار وقتها داخل اي به كهو ما قلت لك ما على باليش بالكوره والله العظيم ماهيش كي في مخها عرفت جوار من بعد بشويه بشويه لا كومونسي ا رياليزي اللي هي عرفت جوار معروف وجوار معناتها ايكيب ناسيونال والناس تكلمني وتتصور معايا بديت كي اللي تشربها بشويه بشويه. ما قلقتش شويه الشهره مثلا المعجبات هاني قلت لك ما كناش ياسر نتقابلوا واحنا مخطوبين فهمت لحسن حظك لحسن حظي وحظها فهمني ما كناش برشا نتقابلوا اما من بعد كيف عرسنا يعني تبدلت الامور. فما برشا كي عرسوا يعملوا فيسبوك واحد مع بعضهم ولا يعطي موت باس فيسبوك. انا ومرتي ماني شامي في الفيسبوك. علاش؟ هي عندها وانا عندي اكيكا ملي تعرفنا بعضنا الى يومنا هذا كل واحد عنده فيسبوك وراكيكا معناتها مشيت اكيكا وباش تمشي تعمل ماسكيه كي تهبط حاجات تعمل ماسكيه ما تشوفهمش هي ولا؟ مش نهبط انا ساعه ما نهبطش مش نهبط مثلا كي تعمل كي تجوتي عبيد ولا حاجه شوف ساعات وتقول لي شكون نورمال كل بون مش كيما قبل كيما تو قبل عندي 500 600 800 بنات ولاد ومخلطين فما بنات تكلمني اما تو حتى كي نحكي والله بالحق اونيتمون شوف المراه راهي تغير و تهبل معناها تقول لك مرأة تحكي لي مع راجلي على انا اساس فهمت لكن بالحق معناها انا متفهم لا عندي كود معناتها في تليفوني وكذا لا عندي صاروا لي راهو كلكو زونغروناج معاها كيما اي واحد فهمت باش نحكي ودرسني فيسبوك اي ولا نورمال خاطر فما ناس مثلا فما بنات بار اكزومبل يكلموك كيك سافا والله شفتك في الكيوسك شنحوال يوسف ولدك سافا ما تعملش طله ودرشني فهمت وانا نجاوب يعني معناتها بالحق والله الحمد لله لاباس ان شاء الله نطل اوكي يوسف عاد هي ساعات تشوف شكون باش تطل تقول لي يا مان وين باش تطل يا دي الكيوسك نقول لها نتاع شيلك معناها فازتك ضحكوا اكثر منهم به اهم حاجه تعتبر روحك عملتها في حياتك حاجه فخور بها اهم حاجه تنجم تحكيها ليوسف قول لبوك عمل هذه أهم حاجة نجم نقولها لولدي نقول له أنا معناتها الحمد لله يا ربي معناتها تربيت راجل وعشت راجل ونموت راجل وحاجة ثانية نقول له يزمك ترضي والديك كما أنا رضيت والدي وإن شاء الله نقعد نرضيهم حياتي كامل هذا الباز بالنسبة لي معناتها البقية الكل تخدم ما تخدمش تصور ما تصورش تعمل ما تعملش حاجة سوغوندير بالنسبة لي واضح برافو عليك وليد عايش خوي. أسوأ مكالمة جاتك في حياتك؟ أسوأ مكالمة تليفون للنسيان تليفون تحب تنسيه؟ والله يا محمد ما نتذكرش بالقدام يعني جاني تليفون والله ما نتذكرش ما فهميش ما فهم كان جات عندي حاجة في مخي حاضر راني قلتها لك به ممكن نتذكر نقول لك شوية آخر ميسالش يوم قلب حياة وليد الهيشري نهار الحياة كانت ماشي ستوب تقلبت الحياة على قليلة في اللحظة ذيك ما تنجمش تكون كان الفترة اللي تعرضت فيها الواقع صحية معناتها في 2014 هذيك هي كانت بالنسبة لي وليد جوفوا لا في اوترومون معناتها اون كونيسونس دو كوز حتى كي نحكي ممكن فما حاجات العباد ما تنجمش تفهمهم معناها نظرتك للحياة تتبدل نظرتك للصحاب نظرتك يعني للعالم هذا الكل يولي معناتها عبارة ما عرفش نجمو نحكيو عليها شوية وليد الفترة هذه اي بيان سور علاش باهي اللطف عليك ساعة كيفاش أول مرة فقت بروحك مريض والله في ليبيا نلعب في أهلي طرابلس نلعب في فريق كبير هو الأهلي وعنده جماهير كبيرة والحقيقة مشكورين والتوى يعني نحبهم ويحبوني تعرف الامور غاديكا ماهيش سوفيستيكي برشا سو لو بلان ميديكال وكل شيء كنت نحس بوجاع وكل شيء ما كنتش عارف على مستوى
هكا في جنبي وكل شيء معناتها والسيس ودرشنية ما كنتش عارف، وليت نحس في روحي فابل شوية. أما تعرف معناتها اون كونترو بارتي وقتها بدني بدأ كلي يتعب، وأنا نلعب راه ونلعب وقتها في فترة حساسة حساسة برشا، وقتها بلاي أوف على الشامبيونا ناخذ في لي كالمون ونلعب معناتها دي ماتش أو نيفو، فهمت؟ كملت الميسيون أكمبليت، حصلت على البطولة، تحصلت على مستحقاتي والحمد لله رب العالمين، وروحت لتونس. روحت لتونس وقتها مشيت عملت ديزاناليز وكل شيء، وتبين كوني معناتها كنت أتا معناها الحمد لله بحاجة خفيفة معناتها أوروزمون يا ربي الحمد لله، وتعالجت ولباس وكنت يعني قوي و الحمد لله درس أمنت يعني معناتها حبك للحياة جيت توني بون الحقيقة. وهذه اون فانت كونت قضاء وقدر، وانا نجم نحكي لك اليوم نقول لك انا صارعت وكل كلام هذاك كله راهو فولونتي داكورد ومحبه في ربي وايمان بربي وقوه وعزيمه، ولكن معناتها اون فانت كونت اللي باش يكتبوا ربي باش يصير، فهمت؟ خفت من الموت في يوم من الايام؟ والله ورس خويا محمد لا، بالعكس انا الحاجه اللي معناتها خلتني ممكن جو ريزيست اللي انا معناتها تغلبت على الخوف اكثر منه تغلبت معناتها على المرض في حد ذاته. واضح تغلبت على الخوف اكثر. شكون الشخص في الفتره ذي قد ما تشكره باقي شوي ومش من العائله؟ والله شوف هي العائله راهي طبعا هذاك اللي قلت لك مش من العائله بالخاطر العائله اقرب ناس ليك ومش باش يخليوك، لكن شكون انسان قد ما تشكره باقي شوي؟ المدرب لسعد الدريدي. المدرب لسعد الدريدي علاش؟ خاطر انا وياه عشنا فترات قبل معناها في النادي البنزرتي حلوه برشا، الموسم اللي عملناه مع بعضنا معناتها نمشي ونجيو معناتها بالحق عشنا فترات تري سبونتاني. من بعد وقت اللي انا صارت لي المرضى نتاعي وكل شيء وخرجت سلامات وحمد لله. الحمد لله ورجعت للحياه وللكوره، واحد ما كلمني حتى حد في تونس قال لي إيجا ترينا معانا ولا معايا ولا، فهمت؟ كنت نلعب في الحومة مع أولاد صحابي ولاد حومتي نوجه لهم تحية الكل. كلمني لسعد قال لي وليد سوا ولا باس خويا الحمد لله عايشك يا لسعد شعامل، قال لي تجي استاد معايا كذا بارك الله عليك وهك رجعت. قلت سايب عليا يدي، قال لي إيجا إيجا يا وليد أنا نعرفك اللي راهو باش تعاود ترجع وكذا. مشيت خويا وقتها صحيح كرويا ما كانتش فترة ناجحة، لكن معناتها معنويا مهمة، والملعب التونسي بيان سور ولسعد الدريدي بصفة خاصة هما اللي معناتها من الأول في الفترة الأولى هذيك كانوا سبب باش وليد يرجع ويرجع يلعب كل فترة في المستير ويرجع ليكيب ناسيونال وكل واضح. شيء. لو تختار أغنية عنوان لحياتك وليد لليوم شو هو الأغنية؟ عنوان لحياتي والله فما برشا غنيات، فما برشا غنيات حلوين. غنية تحسها تمثلك تحكي عليك هكذا تبسم معناها لقيت غنية في مخك سيء تفرط في جرمانة اللي هي حياتي نرسمها بدمعة، حياتي نرسمها بدمعة بسمة مليانة أحزان. رياض بكار. رياض بكار يا ربي لطفي غنيت والأخرى هاي تنزل دمعة وعيب فيها برشا معاني واضح، ونفيت هو المزموم الكل فيه برشا برشا دي لوسون دو في واضح. ختاما آخر سؤال بطلب من جمهورك يقولوا لك تغني لنا غنية يزها الفيراج وماني ناسي ورا بعض. يزها الفيراج وماني ناسي، يزهى الفيراج يا العالي وتزهى الايام، شوفونا كيف راح نسير وتبكيش لفام، اللي يبغينا يجي معانا واللي ما يبغي ينسانا، عالهدرة ما تربينا ماني ناسي الفريق انتي عينيا، انتي يا حياتي وفي الدنيا انتي اللي ليا، يا مولانا يا العالي يا الله انصر لفريقي هذاك اش نتمنى، بقدرة ربي وحتى لاخر الدنيا درابو العاصمة عالي جامي يفنى. برافو عليك وليد، شكرا لك. كملنا الفقرة ذي باش نتعديو توت سويت أليرت روج. أليرت روج خلنا في الروج توا في الروج. وليد الهيشري انت لاعب تظلم في الترجي
الجملة هذه لشكون تقولها؟ أنا تظلمت، فما ناس قابلوني بعد ما خرجت من الإسبيرانس وخرجت من الإكيب ناسيونال قالوا لي وليد أنت هلكتك رجلتك. تخيل معناها أنت الجملة هذه وتنجم معناتها تفهم بها برشا حاجات. دون لو سونس هلكتك رجلتك يعني عطيت أكثر للإسبيرانس من اللي خذيت؟ لا مش حكاية أخذ وعطاء، لا حكاية وكوني أنا حياتي كاملة والتوى والغدوة ولين نموت باش نقعد ديما العبد هو بيدو سبونتاني كلي على نيتي، معناتها قلبي صافي الحمد لله ما عنديش عداوة. حتى كي مثلا تعمل لي فازة فيسع ما ننساها، ما مانيش رونكوني. أنا في لي باساج الكل في الفرق اللي لعبت فيها الكل معناتها سونز اكسيبسيون عطيت اللي عندي الكل. وقتاش نقف؟ نقف وقت اللي اون كونترو بارتي نحس ما فماش التجاوب، ومعناتها الافكار معناتها نتاعنا واللي زوبجيكتيف ما يوليوش كيف كيف، وتتبدل اللغه وتتبدل المنطق وتولي سؤنيه. وقتها اذا تبلوكيت اقسم بالله كي تجيب درشنو سيفيني ما عادش تحرك لي حتى شعر. السؤال اللي من بعده ما يختلفوش فيه برشا، اللي انت لاعب كركار في التمارين لكن في التيران غول. الجمله هذه لشكون تقولها؟ انت تقولها للجوار. شكون قالها عليا؟ لا انت باش تقولها للجوار. كركار كركار يوسف، يوسف تحكي على شكون كركار؟ يوسف في الانترينمون تقول معناتها ساعات ما يتحركش من هنا لغاد، اما خويا نهار الماتش يوسف المساكني. يوسف المساكني ليه معناتها حاجه يوسف ما شاء الله عليه. اما انا كنت نترين راهو فون راهو نلعب فون كل شيء فون، ساعات نبدا تعب ولا نبدا ما عينيش ولا يظهر علي ولا سهرت وتجي اي ديريكت. ولا ساعات نسهر اي نجي مثلا نجي ديريكت نعرف نجي كابوسان به. كنت ضحيه خروجنا بالمعلول من التراجي؟ ني ضحيه تحسبت عليه ضحيه في العيد محمد ضحيه لا تحسبت عليه وتسميت على نبيل معلول. شوف انا وبرشا يقولوا اللي بعد نبيل معلول سيء، ولي الهيشري وفيه في التراجي على الاقل في المنتخب في غيره ثم فاهم كيفاش انا خرجت من التراجي. نبيل معلول مدرب جاء 2011 للترجي وعمل معناتها برشا نجاحات، واحنا كان عندنا فريق كبير. والحقيقه انا شوف ما نجيش اليوم راني اتحمل مسؤوليته، اي لاعب واي مدرب راهو عنده فيكو وعنده تصرفات عملهم ومواقف يتحاسب عليهم وحاجه تخصه هو. انا بالنسبه لي وقت لعبت في الترجي تقول لي انت هو كان يحبني وعشنو يحب في يا اخي بكش يحب في انا عندي زوز يمين ولا زوز يسار. لا لا الفتى انا في وقت من الاوقات كنت الفتى المدلل نتاعو سميت عليه جامد لافي. تعرف علاش يحبني؟ خاطرني نلعب اول حاجه في الكره للكره، ويعرفني اللي انا صاحب الناس الكل وما نجم نعمل مشكله مع حتى حد. هذاك علاش نبيل حبني وقت مش فتاة مدلل. انا عندي بابا ربي فضله، انا ولد بابا وامي ليه مسمي على نبيل معلول؟ ايش اقول لك عليه؟ على خاطرني نجيب له في الاطراح التالي، مانيش اتاكون ما نجيبش الاطراح القدام، اما التالي كنت نجيب في الاطراح. هاك علاش يحب لا اكثر لا اقل. جندي مهم كنت في فما ناس يحبهم جندي مهم في كتابة نبيل معلول. وي هو قالها وبارك الله فيه وقتها معناتها، ويعرف اللي انا وقتها كنت موجود في الجمعيه عندي البوان تاعي وكنت نعمل في في لونكادرومون في البلوس معناها كرويا وحتى لبرا من الكور. تعرف شنو الكلام اللي يتقال ديما نبيل معلول مهما النتائج الكبيره يعملها ديما فما كلام يتقال؟ مثلا مناداتك في 2017 العوده نتاعك برشا اعتبروها بعيده على الكره الغايه منها فقط السمسر، قالوا على خاطر وليد علاقته باهي بنبيل معلول يحب يعاودي لانسي كاريرو. اي هذاك علاش مشيت للاتحاد السعودي انا من بعد ما عيط لي نبيل، ولا مشيت للوحده ولا ومشيت من بعد هاني بحذاك تو كملت في المستير وكملت كاريري. يقول قايل عيط لي هو باش يسمسر بيا، هاي فهم لاعبي اخويا مشيت لعبت في السعوديه وفي البحرين وعيط لهم معناها انا ومشيت لعبت. هذه بروف باش ظهر لك اللي انا عمري ما كنت الفتى المدلل مع الاتحاد، لعبت بجهدي معناها وذريعي هو اللي جاب لي كل شيء. باهي نحكيو على نبيل معلول، تعتبره مدرب عمل نقله في المنتخب ولا مدرب عمل اللي عليه وكهو؟ في الترجي الرياضي عمل نقله، عمل معناتها موسم استثنائي بوجود لاعبين زاد ممتازين وممتازين جدا في الوقت هذاك. من بعد في المنتخب خدم تعلم شاف خالط معناتها البرا، مشى لايطاليا مشى لاسبانيا فهم الكره المودرن ديكو، ولا معناتها يعرف كيفاش يتعامل سورتو في الكوميونيكاسيون مع الملاعبيه. هذيك الحال لافونتاج اللي عنده نبيل. قلت
قوته في التواصل مع اللاعبين. ماهر الكنزاري جاء ديريكتومون بعد نبيل معلول في تدريبه للترجي، كان من بيك ولا كان مجمع اللي خمم ديريكت في استبعادك؟ ماهر الكنزاري أو باش نحكيه على كل النقطة اللي حكيت لك عليها، أنا راني مانيش رونكوني. أنا نحس كي نحكي معاك ولا مع أي إنسان، نحس فما معناتها هكا لما الكورون يتعدى يا مالي، يا ما يتعدى يا ما يتعدى. أنا وماهر كنا الكورون ما يتعداش برشا بيناتنا، لكن معناتها أون سو ريسبكت، تسمع بها يقول لك حتى اللي زينمي سو ريسبكت هكاك بالضبط. وراني اليوم نراه نسلم عليه ونعنقه ونبوسه هو كيف كيف، لكن هو كرويا بوتيتر ما تعديتلوش، ما يحملكش كي هيك ما يقول لك انا ما وليد ما كيما اي اونترينور. خاطرك يمكن كنت مسمي على نبيل معلول يقول لك لا مش حكايه نبيل، اخي شو مدخله هو في نبيل معلول؟ كانت تقول لي اونترينور اخر مثلا ما عرفش انا، كيما كل حكايه خرجت ما بين خالد بن يحيى ونبيل وبين طارق وهذوما اللي معناتها انت تعرفهم والناس الكل تعرفهم، كان جاي خالد عملها معايا نقولوا خاطر نبيل، اما مارش مجايبو النبيل. مير كي جاي وقتها تعرف علاش ما لعبتش انا؟ على خاطرني ما حبيتش نعاود الكونترا قبل الكوب دافريك، وكي جيت صارت لي التيك تاك هذيك، جابوا عنتر يحيى وشمس وبداو يخدموا في الانيماسيون ديفونسيف من نهار الاول، وانا نعمل في التور دو بيست. فهمت انت وقتها روحت من الكوب دافريك راني ايلو بارمي لي ميور 11 جوور دو لافريك وقتها 2012 في ديسمبر، في فيفريي معناتها روحت تلقى روحك صرت بلاستي ريان كو وقتها خاطر ما حبيتش تجدد الكونترا وقتها. وقتها فما شكون دار بالسيد حمدي المد وقالوا له راهو تلبى علينا فلوس وراهو يسهر ويغني وكل لغه ذيك حسيله وكل الديسك كل مجروحه كل نتاع بالنسبه لي نتاع تخلف نتاع انحطاط على الاخر يعني. انت ليش ما حبيتش تجدد الكونترا قبل ما تمشي؟ على خاطر معناتها بالنسبه لي انا وقتها كنت اون سوبر فورم وحبيت نمشي للكوب دافريك ونجي ترجع نرجع نحكي. قلت لهم انا ابن النادي نيغوسياسيون تاع الكونترا من الاول جديد نحكي خاصه من جانب المادي باش نجدد، كنت باش نجدد باش نجدد عمري لا قلت لا 400 لا 500 ما حكيتش في الديتاي دي تاع الفلوس جمله الحقيقه معناها من بعد معناها فما بصراحه ندمت ندمت انك ما صححتش قبل ما تمشي جامد لافي ما ندمتش ما نندمش انا محمد باهي نحترم فيك هذا. بعد خروجك من التراجي لو جاك عرض من الافريقي ولا النجم ولا سي اس اس شنو الفريق اللي من غير ما تخمم تقول ما نلعبش وما غير ما تخمم تقول ديريكت نمشي؟ جاوني ثلاثة عروض من الثلاثة فرق هذوما بعد خروجك من الترجي. صفاقس وليتوال والكلوب كلموني، تحب نسمي لك شكون؟ كلمني جلال كريفة من الليتوال، كلمني نصر البدوي وقتها سي اس اس، وكلمني سي نجيب غميض ومراد قوبعة من النادي الافريقي، وقعدت مع النادي الافريقي. شنو صار؟ تحدثت مع النجم الساحلي وامور مالية يعني ما تفهمنيش في الفلوس يعني. انا طلبت حاجه وهما قالوا طلبت برشا ولي لا مش برشا برشا بارابور للناس اللي جات خذات وقتها وكذا. بالنسبه لوليد الهيشري يعني وقتها عنده ستاتيو معينه وعندي فالور مارشوند معينه اللي معناتها اليوم بعد حقي باش نطلب يعني مونتوم اللي اليوم بعد سنوات من هذا تنجم تقول قد طلبت في على الفرقه هذوما ولا حكيت هكا 250 و 8 ملايين ولا حاجه هكا ولا 7 ملايين معناتها 250 مليون بريم سيناتور و 8000 دينار شهري. 8000 دينار شهري في الترجي قداش كنت تاخذ؟ في الترجي الموسم تاعي الثالث كنت ناخذ في 8 ملايين وفي 300000 دينار حاجه هكا في الموسم الاخر يعني. باهي اسامه الدراجي من اللاعبين اللي عمل عكس مسيرتك اللي من الترجي مشى للنادي الافريقي وجمهور الترجي اليوم لليوم ما سامحوش، علاقتك بجمهور الافريقي كيفاش؟ علاقته هو علاقتك انت بجمهور الافريقي؟ هو جمهور الترجي اليوم ما سامحوش اسامه الدراجي، هاي انت عملت العكس من الافريقي للترجي، علاقتك بجمهور الافريقي كيفاش؟ فما ناس قاعده تلوم فيا معناتها سورتو على فاست الدربيه وقت اللي مركيت ناحيه المريول وقالوا لي كيفاش تعمل هكاك وما كاركش وكذا، والنجم نتفهم انا الحكايه ذي خاطر وقتها في الوقت هذاك معناتها في الدقيقه هذيك دخلت الجمعيه كبيره الترجي وجاي من جمعيه كبيره النادي الافريقي، في المومو هذاك ما عنديش ما كنتش معناتها مخير باش نتحكم في الفرحه كيفاش، ابريتو انا ما عملتش لا حاجه منافيه للاخلاق لا حتى شيء. 89 مينوت ماركي ليغاليزاسيون وشوف كان تصرفت اوترومون
وقتها معناتها العاطفه والقلب والمخ كلها كوميونيكيت مع بعضها باش انا عملت هكاكه يعني بالضبط. ما عندي حتى غايه اليوم باش نجرح جماهير النادي الافريقي، بالعكس حتى العباد اللي فما ناس راهي محترمه ياسر كلوب ستي اصحابي واخواتي لا من هذا يقول لي شبيك عملت يا وليدي يهديكم ربي. تعرفوا انتوما على الـ على لي ديتاي شو اللي صار في الكوليس، تعرفوا كي خرجت انا شنو صار لروسيا، تعرفوا كي روحت شنو صار، خرجت من باب صغير من الافريقي، من باب صغير خرجت، خرجت عملوا لي خبزه جاتو وقتكم كوا فرحوا بيا وعلى اساس باش ناخذ بورسنتاج في الترانسفير ولا عطاوني بورسنتاج، وزاد صححت في ورقه سول دو تو كونت اللي انا ما نسالش تي الفازيت هذوما اللي معمول بهم يعني في الفرق نتاعنا الكل، يعملوا لك خبزه جاتو ودربوات وقاعد من بعد تخرج وهم اخويا الله يهدي يتفتفوا ما بيناتهم ويديكلاريو مونتون معين و... هذا هو يعني اللي موجود مالوريزمون. وكي رجعت من روسيا كانت فما امكانيه وكوني نرجع للنادي الافريقي وترفضت، مشيت للنادي الرياضي البنزرتي. في النادي الافريقي ترفضت؟ اي. شكون رفضك؟ ما لا اعلم وقتها، ما عنديش ما تعرفش يعني شكون، ما نعرفش شكون وقت اللي هذا مازال لا ترجي لا شيء في الحكايه راه معناتها مازال معناها رجعت ديريكت من روسيا النادي الافريقي جمعيتك. غريب به ينجم يقبلك جمهور الافريقي اليوم مثلا في الاطار الفني؟ زوز اسئله نكمل بهم الفقره هذه. مش حكيت كتولي مدرب يقبلك جمهور الافريقي مدرب؟ انا حتى وبالنسبه ليا محمد انا تعرف علاش عملت بوز؟ باش نقول لك بالحق برجولي عملت بوز على خاطر الكره بسيكولوجيكمون ياسر ياسر معناتها ساتوراسيون كبيره صارت لي، تعب مرهق صحيح تعبتني، خاطرني انا مانيش من نوعك اللي نعدي الفازات. انا شديت كابيتان في المستير 3 سنين ويعرفوا الناس الكل الجمهور والملاعبيه والمسؤولين يعرفوا كيفاش رديتها الجمعيه كيفاش نظفتها بلوتو من اول موسم تاع طلوع حتى كش اللي خرجت، ويعرفوني علاش خرجت، خرجت على خاطر الكره ما عادش تتعدى وسايو ويعرفوا وتويك يسمعوني المسؤولين والناس الكل تعرف يعرف. شنو عمل الوليد باهي في الجمعيه هذيك. دونك حملت ياسر اي جمعيه مريت فيها من ندير كيفاش من نعرفش كيفاش ممكن عباد ما تفهمش. انا ما عنديش القيل والقال وكأنا نلعب نجي تعطيني شو تقول لي العب ماتش انت خدمتي خدمتي بالبلاصه الفلانيه نجي نترينا ونلعب ونعطي اللي عندي من بعد كي تبدا تتمنيك وكذا راني نتحول نولي ما عادش نفهم شيء. واضح باهي انت من اللاعبين اللي قلت عنده تجارب في اكبر نوادي تونس وعنده قاعده جماهيريه كبيره مختلف الالوان، شنو الجمهور اللي يقول عليه وليد الهيشري انت اقوى جمهور في تونس؟ والله انا الترجي والكلوب الزوز يعني بالنسبه لي جماهير اكستراوردينير، اللي عند الاسبيرونس ماهوش عند الكلوب واللي عند الكلوب ماهوش عند الاسبيرونس. نسهل لك باهي، واحد من هذم قل له انت اقوى جمهور في تونس، واحد قل له انت احسن جمهور في تونس. احسن جمهور في تونس الترجي واقوى جمهور نادي الافريقي. واضح، شكرا لك وليد. وضعية اخيره قل لي شنو المستحيلة أكثر، أنك ترجع تكور وتلعب كأس العالم 2022 ولا نبيل معلول مدرب الإفريقي وأنت مساعد معاه؟ وين 2022؟ أنا هي أصعب. ما زلت تو كي ماكل نزل لي باني وتستيرة وتقول لي هكا تو محمد. واضح 2022 باش نتعداو للفقرة الأخيرة جو دو تروفي. وليد الهيشري نفسر لك قانون اللعبة جودة روفي، باش نعطيك زوج شهيد، في يدك اليمين شهادة شكر وفي يدك اليسار شهادة توبيخ، نعطيك زوج أسامي كل اسم ياخذ شهادة. واضح؟ هذه شكر وهذه توبيخ. برافو عليك. أول زوج أسامي نبداو بهم، نحكيو على زوج من أهم وأبرز المدربين اللي دربت عندهم في الترجي، لمن الشكر ولمن التوبيخ؟ نبيل معلول، فوزي البنزرتي. شكر فوزي توبيخ نبيل. علاش؟ ليه ركس؟ فاجئتني. علاش فاجئك فيه؟ نبيل معلول، فوزي البنزرتي، لمن الشكر ولمن التوبيخ؟ شكر فوزي، توبيخ نبيل. عندي أنا عندي كونفيكسيون نتكلم ولا؟ إي قول. تو من بعد كي نقابلو يقول لي علاش مثلا قلت توبيخ، تو نقول له علاش. يقول على الجمهور. وفوزي يقول شكر علاش، نقول له علاش. تفضل علل علاش توبيخ نبيل؟ توبيخ باش نقول لك مش حاجة حتى تخصني أنا، لا، خاطر هو نورمالمون تحط في مواقف اللي كان ينجم يفيتيهم، فهمت؟ معناتها خلى الناس تحكي عليه في حاجات اللي معناتها يلوري بو لي زيفيتي، فهمت؟ باهي. بار كونتر هذاك علاش معناتها توبيخ، توبيخ شنو دون لو سونس توبيخ كلمة تظهر مليان بمعزة توبيخة باهي توبيخة. فوزي أنا تعلمت منه برشا في الكورة، وماهمش كيف كيف، ما تنجمش تقارنهم ببعضهم جملة، راه خاطر واحد
ساعة ما تجمش تقارنه بحتى حد اللي هو فوزي بنزرتي. ونبيل كوميونيكاتور إنسان معناتها سور لو بلان معناتها كوميونيكاسيون ومعاملات وكذا يهرب الناس الكل. فوزي أنوم دو تيرا إنسان ما عنده وين يدور الريح يعلمك. فما حتى جوار اليوم ترينا عند فوزي وما خرجش بحكاية سور لو بلان تكنيك وتكتيك مستحيل وفيزيك بيان سور. برافو عليك زوزة سامي اللي بعد لمن الشكر ولمن التوبيخ زياد المساني رياض بن نور. زيت المساني ما تعاملتش معاه جملة ما عنديش عليه حتى فكرة نعرفه كيكا معناه صح صح. رياض بن نور خدمت معاه في الترجي شكر وتوبيخ نعطيهم للزوز رياض مادام زياد ما نعرفوش والله واضح مش نحترم إجابتك تكيّة الإجابة. زوز أسامي الأخرانين كملوا بهم زوج جوارات خرجوا من الترجي درنيرمو نحكي وانيس البدري وهيثم الجويني لمن الشكر ولمن التوبيخ. ولا زوز بهين معناته لا واحد شكر واحد توبيخ التزم لي بالقانون. نوبخ هيثم خاطر هو اصغر مني ويا باش نقولوا علاش نوبخ حتى البدر يصغر منك اصغر مني اكثر من انيس اما هيثم خلطت عليا في الاسبيرونس انيس لا به شكر لانيس البدري وتوبيخ لهيثم الجوين. شكر انيس البدري عطاه برشا للترجي ليكيب ناسيونال الفتره الاخرى ملاعب عنده بوتونسييل ويعني مشكور على اللي عطاه وان شاء الله ربي يوفقه. وتوبيخ الهيثم على خاطر ملاعب كيما نكيكا باللي كاليتي اللي عنده كان نجم يكسر الدنيا فينالمون تعدى قدام كارير يعني انا نلوم عليه برشا ونوبخه على خاطر كان ينجم خويا يعمل كارير كبيره ما عملهاش يتحمل هو مسؤوليتها وان شاء الله هو عنده فرصه تو بكشي الدكليك يصير في فريق اخر. واضح شكرا ليك وليد الهيشري. جودو تروفي وليد الهجري شكرا ليك شكرا ليك وليد الهجري. كملنا الحوار سعيد جدا ان كنت ضيفي لليوم شكرا على صراحتك وشكرا ايضا لذكائك في الاجابات. انا زاد فرحان برشا اللي جيت بحذاكم بارك الله فيكم على الاستضافة و ابيانتو الله يخليك. شكرا لكم انتم الناس اللي قاعدين تسمعوا فينا. انا مبقى لي كنقول لكم نهاركم اسعد الايام نتقابلوا في حلقة جديدة مع ضيف جديد في الدوامة ان شاء الله ديما ملمومين. نهاركم اسعد الايام ويا مرحبا.